بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم حسين النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 38، كتاب اللباس والزينة، وفيه 35 بابا. الباب الأول: باب تحريم أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره. إيه وغيره؟ يعني والأكل كمان، وإيه غيره تاني؟ والاقتناء، يعني الاحتفاظ به، وإيه تاني؟ وصناعته. كل ده يبقى حرام، لأن ما يحرم استعماله يحرم اقتناءه، ويحرم صناعته، ويحرم بيعه وشراءه. واضح؟ عشان كده قال وغيره. ليه بيقول وغيره كمان؟ عشان يرد على ابي داود الظاهري الذي قال يحرم الشرب فقط، اما الاكل فيها فجائز. حاجه غريبه، المذهب الظاهري ده غريب. فعشان كده قال لك وغيره كمان، عشان يرد على المذهب الظاهري الذي حرم الشرب ولم يحرم الاكل وسائل الاستعمال. يعني تعملها مبخره تمشي، تعملها مش عارف تمشي. لا، هو قال لك وغيره سائر الاستعمالات. على الرجال والنساء، ليه على الرجال والنساء؟ خلافا للحلي فهو جائز للنساء، حرام على الرجال. انما آنية الذهب والفضة حرام للرجال والنساء استعمالها. واضح؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير الإمام مسلم في صحيح الحديث السادس بعد 500 أو 5000، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ربنا ينجينا. يجرجر يعني يحدر فيه. صوت الايه الايه الحاجه وهي بتقع في المكان في الاناء، الصوت ده يسموه جرجره. قال بالك ازاي يبقى يجرجر يعني يحدر نار جهنم ايه في بطنه، اي باعتبار ما يقول اليه، باعتبار ما يقول اليه. زي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، هم بياكلوا اموال يعني تقول الى النار. فهمت بقى ازاي؟ يعني افرض حاطط خشاب في انية الذهب والفضة، تقول ده بيجرجر نار، ده يجرجر خشاب. فهمت؟ خشاب قدامك لكن يقول الى النار يوم القيامة. يبقى النبي يتكلم على اعتبار ما يقول اليه. فهمت ازاي؟ وهذا يدل على حرمة استعماله. أبي داود الظاهري قال يشرب، يبقى لك الشرب بس. فهمت؟ لكن طبعا كلام مضحك، لأن الشرب والأكل سواء. مش كده برضه؟ الشرب والأكل سواء في الحكم. وعنه به قال: وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث ابن سعد حا قال: وحدثنيه عن علي، وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي عن ايوب حا قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حا قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه والوليد بن شجاع قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حا قال: وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال: حدثنا الفضيل ابن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة حا قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير
يعني ابن حازم عن عبد الرحمن السراج كل هؤلاء عن نافع بمثل حديث مالك بن أنس بإسناده عن نافع، وزاد في حديث علي بن مسلم عن عبيد الله أن الذي يأكل أو يشرب، شفت بقى الرواية الثانية يأكل أو يشرب، وأو هنا للتنويع وليست للتخيير، أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة وزود عليها الذهب. الرواية الأولانية الفضة بس، هنا قال لك الذهب، عشان كده لابد انك انت لما تعرف حكم مساله تجيب كل الاحاديث الوارده فيه ولا تكتفي بروايه واحده دون الاخرى. ان الذي ياكل او يشرب في انيه الفضه والذهب وليس في حديث احد منهم ذكر الاكل والذهب الا في حديث ابن مسهر. وعن ابي قال وحدثني زيد بن يزيد ابو معن الرقاشي قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان يعني ابن مره قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في اناء من ذهب او فضه فانما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضه على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل. العلم يعني لو كان الثوب في خط حرير كده، هو مثلا كتان وفي خطوط حرير، ده اسم العلم، علامة يعني، ده جائز طالما ايه يبقى كمية بسيطة يعني. وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع، علشان كانوا يعملوا حرف الجبة حرير علشان ما يجرحش الجلد، الجبة تبقى صوف فيجوا عند حرفها كده يكفتها بحرير عشان تبقى حنينة على اللحم. النبي أجاز ذلك في حدود 4 أصابع، فاهم؟ يعني ايه؟ صباعين لبره وصباعين لجوه عشان ايه؟ ما تضايقوش حرف الجبة على لحمه، فاهم؟ فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال والمقصود بالحرير المحرم على الرجال دون النساء والحرير الطبيعي الذي من دودة القز، اما الحرير الصناعي فلا شيء فيه كسائر الاقمشة. واضح؟ يبقى الحرير الطبيعي بس هو اللي حرام على الرجال دون النساء. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو خيثمة عن اشعث بن ابي الشعثاء حا قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اشعث قال حدثني معاويه بن سويد بن مقرن قال دخلت على البراء بن عازب رضي الله عنه فسمعته يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، امرنا بعياده المريض، وعياده المريض مستحبه بالاجماع، واتباع الجنازه وهي مستحبه بالاجماع، وتشميت العاطس وهو ايضا سنه بالاجماع وهي سنه على الكفايه، ان شمت واحد يكفي. يعني واحد عطس فينا واحنا قاعدين في مسجد ممتلئ بالناس، قام واحد قال له يرحمك الله يكفي عن الناس، مش كل الجمع بقى ايه يقول له يرحمك الله مره، هيحرم يعني هيتخض، فاهم؟ يكفي واحد خلاص، يسموها سنه كفايه، اذا قام بها البعض سقط عن الاخرين. طبعا شروط تسمية العاطس انه يحمد ربنا عشان تشمته، يبقى حمد ربنا بصوت مسموع. إيه لما يعطس يحمد ربنا بصوت مسموع، تقوم انت لما تسمع انه حمد تقوم تقول له يرحمك الله. ايه؟ يبقى امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس وابرار القسم ما لم يكن في محرم. الى ابرار القسم بقيود، يعني حلف عليك ان تشرب خمره، تشرب خمره ولا استحنا امامنا بابرار القسم تبقى مش فقيه، فاهم؟ ابرار القسم فيما ليس بمحرم يعني في مباح، وابرار القسم يعني لما يقسم على حاجه تبره لانه حقه عليك كده، اخوك المسلم لما يحلف عليك في حاجه وتكون حاجه دي مباحه وانت تقدر تعملها الافضل انك انت تبر القسم،
يعني قال لك والله يا شيخ تشرب معايا كوبايه شاي، اقعد معايا اشرب كوبايه شاي اشرب، فاهم؟ مش مشكله. انما حلف عليك قال لك والله يا شيخ تولع السيجاره دي، فاهم؟ احنا عندنا الدخان حرام، وتقول له لا الدخان حرام، تحلف ما تحلف بقى انت حر، فاهم؟ يقول لك والله يا شيخ ما تصلي تروح في مسجد الاشرار، يا ابوي استفاد قسم وصلي في مسجد اخر، ما فيهاش مشكله. فهمت ازاي؟ قال لك اصل انا مشفق عليك، لو دخلت مسجد الاشرار تفضل تصلي من العشاء للفجر، فكده هتموت مني، واخد بالك؟ ما يجراش حاجه، صلي في مسجد اخر، مش مشكله. لكن لو حلف عليك قال لك والله ما تصلي صلاه التراويح مطلقا، ما تبرش قسم. فهمت ازاي؟ لان هو بيدل لك على مكروه. يعني لما اروح اصلي اعمل ركعه تكون ركعه بيتين يحلف عليا ما مش اصلي الا في كل على طاقته. كل على طاقته. ماشي يمينه. يبقى اصلي هناك الثمان ركعات هناك وتفرحوا، وبعدين بعد ما تخلصوا تعالى هنا هتلاقينا قاعدين برضه شغالين، ما تخافش احنا البتاعه مفتوحه على طول. وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم، نصر المظلوم واجب، حكمه إيه؟ واجب للمستطيع. أنت تستطيع أنك أنت تنصر المظلوم يبقى وجب عليك أن تنصر. وإجابة الداعي، وإجابة الداعي بين الوجوب والاستحباب، الدعوة إن كانت وليمة عرس فحكمها واجب، إن كانت لغير العرس فمستحب. وإفشاء السلام مستحب، إنك أنت تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، كويس؟ إفشاء السلام حكمه مستحب. ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، عن تختم بالذهب، ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب. يبقى المقصود هنا الرجال دون النساء، والنهي هنا للتحريم. وعن شرب بالفضة، والنهي هنا للتحريم للرجال والنساء، وفي وجه للأطفال المميزين أيضا، في وجه الطفل المميز أيضا. طب الطفل المميز ممكن يشرب من عناية فضة؟ ثلاث وجوه عند الشافعية، وجه قال ده غير مكلف مباح، وجه ثاني قال لك مكروه، وجه ثالث قال لك حرام، والحرمة تتوجه لوليه لا له. فهمت ازاي؟ يعني المسؤول عنه ما يخلوش يشرب. وعن المياثر، ايه المياثر دي؟ عبارة عن مفرش كده بيتعمل من حرير يتحط فوق السرج أو البردعة أو الرحل، عشان لما تيجي تركب تركب عليه، تقعد عليه. فإذا كان من حرير يبقى حرام، لأن استعمال الحرير للرجال حرام. كويس؟ يبقى المياثر كانت مفرش يوضع على السرج الذي يوضع على ظهر الفرس، أو البردعة التي توضع على ظهر الحمار، أو الرحل الذي يوضع على ظهر الجمل. ودلوقتي مفرش يتحط على الكرسي بتاع السواق في الإيه؟ في السيارة، أو في الأتوبيس، أو في الطيارة. فهمت إزاي؟ واحدة مثلا إيه؟ عاملة هدية لجوزها كده مفرش حلو كده، تقول له إيه؟ هو شغال سواق طول النهار قاعد يسوق، تقول له حطه تحتك كده وأنت قاعد كده تبقى قاعد مستريح. إذا كان حرير يبقى حرام ويبقى مياثر. يبقى اسمه إيه في السنة؟ المياثر. فنهى النبي عن المياثر. مفارش الحرير التي توضع على المركوب. واضح؟ وعن القسي، والقسي ده نوع من ايه؟ من الحرير كان يصنع في مدينة اسمها قس في مصر جنب تنيس تبع دمياط. مدينة كانت مشهورة بصناعة الحرير أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيجيلهم مستورد لمكة والمدينة، يقول لك الحرير القسي جاي من مصر، واخد بالك؟ فنهى النبي عن القسي لأنه كان حرير برضه. وعن لبس الحرير،
ونهى عن لبس الحرير نهي تحريم للرجال وأباحه للنساء، والاستبرق وهو ما غلظ من الحرير، الحرير الغليظ، والديباج وهو ما رق من الحرير. كل دي أنواع للحرائر أيام النبي، قصي، استبرق، ديباج، كل دي أسماء لأنواع من الحرائر الطبيعية، يعني الاستعمال الحرير. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم بهذا الإسناد مثله أو قوله إلا قوله وإبرار القسم أو المقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث وجعل مكانه وإنشاد الضال. وإنشاد الضال يعني في المسجد، نهانا عن إنشاد الضال في المسجد، ما جيش في الجامع وأقول إيه عيل تايه يا أولاد الحلال، أو مين لقى الموبايل بتاعي، أو أنا نسيت التاب بتاعي والتابلت، كل ده ما ينفعش جوه المسجد. فهمت إزاي؟ يبقى إنشاد الضال في المسجد ما ينفعش، وإلا بقى كل واحد عنده إعلان هيجي لك المسجد هيبقى بقى ساحة إعلانات مش للصلاة، فلازم يحترم المسجد. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلاهما عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعفاء بهذا الإسناد مثل حديث زهير، وقال إبرار القسم من غير شك، وزاد في الحديث وعن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، يعني حرم في الآخرة، يعني معناه يدخل النار، ادي معناها لم يشرب فيها في الآخرة يعني ايه؟ يعني يدخل النار، يبقى نفس المعنى تقولوا على ذلك، وربنا ينجينا. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليس ابن أبي سليم عن أشعث ابن أبي الشعثاء بإسنادهم، ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي حا قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم، ومعنى حديثهم إلا قوله وإفشاء السلام، فإنه قال بدلها ورد السلام، ورد السلام والد، وبدء السلام سنة، لأن ربنا يقول وإن أحييتم بتحية فحيوا، والأمر هنا للوجوب، يعني رد السلام واجب وإبداء السلام سنة، وإبداء السلام أفضل من رد السلام، بالرغم هنا السنة تسبع الواجب، يبقى أحيانا السنة تسبع الواجب في بعض الأحوال، زي إيه بدء السلام سنة ورده واجب وبدء السلام أفضل، وحاجة تانية الوضوء بعد دخول الوقت واجب، والوضوء قبل دخول الوقت سنة، والوضوء قبل دخول الوقت لغير أصحاب العذار أفضل من انتظار دخول الوقت، فتسبح الواجب. وكذلك إنذار المعصر، إنذار المعصر واجب، وإبراء المعصر سنة، والإبراء أفضل من الإنذار. فاهم؟ إبراءه يعني إيه؟ يعني تقول له يا سيدي أنا مسامحك مش عايز الدين خالص، لما تلاقيه معصر، ده إبراء. تبرئ لتبرئ ذمته ده سنه. طيب والواجب في حقك ايه لما تلاقيه في عسر؟ فنظره الى ميسره، تنظره تديله مهله. فانظار المعصر واجب وابراءه سنه، والسنه في هذه الحاله افضل من الواجب. واضح؟ من أنظر معسرا كان في ظل الله،
ومن ابرى معسرا كان في ظل الله. ومن وضع المعسر، ما احنا عندنا مع المعسر عندك ثلاث حاجات، تنظره او تضع عنه جزء من دينه. يعني هو عليه مثلا 10,000 جنيه، قال لك انا هحضر 5، قول له خلاص هات الخمسه يزيد انا مسامح البلاد. تبقى في ظل الله، في ظل عرش الله يوم القيامه. فهمت ازاي؟ من خصال المغيبه للظلال. او تغيب الكليه برضه في الخصال، لان الظلال برضه يوم القيامه درجات، في ظل درجه اولى كبار زوار، وظل درجه ثانيه، وظل درجه ثالثه، كل على درجته ومرتبته. فاهم؟ وإفشاء السلام، فإنه قال بدلها ورد السلام، وقال نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم وعمرو بن محمد قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادين، وقال وإفشاء السلام وخاتم الذهب من غير شك. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل ابن إسحاق ابن محمد ابن الأشعث ابن قيس قال حدثنا سفيان بن عيينة سمعته يذكره عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن عكيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان، استسقى يعني طلب السقيا، فجاءه دهقان بشراب، يعني زعيم الفلاحين بالفارسي يسموه دهقان في العجم، فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة. سيدنا طبعا حذيفة بن اليمان ده صحابي بقى جليل وراجل مهم، فالراجل اللي إيه الدهقان بتاع العجم ده عارف إن ده راجل من الأعيان، فقام جاب له بقى إيه المية اللي عايز يشربها، حط له في إناء من فضة من باب الإكرام يعني. فين؟ فرماه به الشيخ وقال إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه. ما أنا قايل له قبل كده كذا مرة ما أجي أشرب ما تجيبليش الإناء ده. يبدو إن هو كان منبهه قبل كده والتاني الناكف كل شوية يجيبوه. فراح رمى بيه المرة دي. أني قد أمرته ألا يسقيني فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا، يعني للكفار يعني يتمتعوا به، لأن أنت عارف الدنيا جنة الكافر، وهو لكم في الآخرة يوم القيامة يعني في الجنة للمسلمين والمؤمنين. وعن أبي قال وحدثنا، مش معنى حلال ليهم، معنى ان هم يستحلون، لكن احنا عندنا ما يحرم على المؤمن يحرم على الكافر ايضا، فهو مطالب بفروع الشريعه. فهمت ازاي؟ لكن المقصود هنا ان لهم في الدنيا، يعني هم يستحلونه في الدنيا ويستعملونه، لا انه هو حلال لهم شرعا، لا. فهم؟ وعن ابي قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي فروه الجهني قال سمعت عبد الله بن عكيم يقول كنا عند حذيفة بالمدائن، فذكر نحوه ولم يذكر في الحديث يوم القيامة. وعن أبي قال وحدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح أولا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة، ثم حدثنا يزيد سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة، ثم حدثنا أبو فروة قال سمعت ابن عكيم فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن، فذكر نحوه ولم يقل يوم القيامة. وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن يعني ابن أبي ليلى قال شهدت حذيفة استسقى بالمدائن فأتاه إنسان بإناء من فضة فذكره بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز كلهم عن شعبة بمثل حديث معاذ وإسناده، ولم يذكر أحد منهم في الحديث شهدت حذيفة غير معاذ وحده، إنما قالوا إن حذيفة استسقى. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حاء
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلاهما عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث من ذكرنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونكمل غدا إن شاء الله، لأني وجدتكم تكادوا تموتون مني أو يغمى عليكم، فكفاية الرحمة وليس بركة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.